تقول زوجة أفقير: من جهتي ينتابني يقين بأن دوائر الاستخبارات الغربية مدت يد المساعدة لتلك العملية التي أرادت قتل الملك، كلهم متورطون فيها حتى ولو تعنتوا في الإنكار بعد فشلها. والحسن الثاني ليس غرا، فبعد فترة من تلك المحاولة وكأجراء انتقامي طرد من البلاد البقية الباقية من الفرنسيين الذين كانوا ما زالوا يمتلكون مزارع فيها.